انا عم فتش على فؤاد، عم فتش على شخص اسمه فؤاد، عم فتش على شخص اسمه فؤاد منصور. موجود. مين هو؟ أنا من الهرمل تحديدا. صح. كم فؤاد منصور في بالهرمل؟ فقط فقط أنا، بس أنت، أنت فؤاد منصور. صح. يعني أنت الشخص اللي أنا عم فتش عليه. وجيت إلي 40 سنة عم فتش على فؤاد منصور. والسبب رسالة وصلتني على انستغرام آت مكتبي مالك. ايه؟ وصلت رسالة. رسالة بتقول عم فتش على فؤاد منصور ساكن بالهرمل. إذا بتعمل لي هالمعروف كون شاكرة، لأنه ضروري كتير 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 اتواصل معه. هو عيونه زرق وشعره بيرفعه لورا ولون شعره ذهبي. أمان عليك إذا بتقدر تساعدني، تساعدني ضروري جدا جدا جدا. مين؟ تطلعاتك بيخافوا لك يا أستاذ مينا، شو في؟ سر عمره 40 سنة. تفضل. قصة بلشت من 40 سنة وما انتهيت لليوم. أوه، في شيء منه، ما بعرف، في شيء منه دقيق. فؤاد منصور من الهرمل. صح. عيونك زرق. صح. كان شعرك أشقر. بلا، كنت بالأردن. كنت بالأردن. أنت هو. صح. 40 سنة عم فتش عليك. يعني شخص بعرفه، شخص أنا بعرفه. أنت فائت حدا؟ لا. صوت عم يرجف وعم بردد كلمة وحدة: فؤاد منصور. بعد 40 سنة، بعد ما عم بردد فؤاد منصور. حلو، يعني فيني أشوف مين أو أعرف مين؟ شاب أو بنت أو هلا بصير بهذا الشكل مثل التحقيق البوليسي أستاذ مالك؟ لأول مرة من 40 سنة. خليني أسمع. يا ريت يا ريت أستاذ مالك إنك تساعدني وإنك تقدر تلاقي فؤاد وإني أقدر أحكي معه أو أشوفه، لأني أنا بتابع برنامجك وإنت كتير بتجمع الناس مع بعض، وأنا كتير محتاجة يعني لهذا الموضوع كتير كتير أكتر مما تتصور، ويا ريت إنك تساعدني. بكون ممنونة إلك وبشكرك إنك إذا قدرت تساعدني. شكرا إلك كتير على كل حال. ما عرفت الصوت.